حوار أفلاطوني له من العمر ما يزيد على 2400 سنة، كلمات عمرها من عمر التاريخ، ورغم ما لحقها من فكر ومفكرين ما زالت هي أوراقها يافعة وكلماتها من الحقيقة نابعة، تحمل في طياتها أبعادا واسعة، تحمل قارئها بعيدا وتسمو به عاليا ليغدو فريدا في عالم الحقيقة والحرية. هي ربما أكثر من كلمات، هي دلالات، هي فكر طواق، هي عقل باحث ودأب لا يفتر، هي ثمرة حب حقيقي للحكمة ووليدة عشق للمعرفة، أسطورة الكهف، ذاك الكهف الذي ربما ولدنا فيه، حيث عشنا مكبلين بقيود ثقافية ربما أو ربما اجتماعية أو حتى دينية وغيرها. كم كثيرة تلك الأفكار التي لا تتعدى في حقيقتها الأوهام، نولد معها وننمو وإياها، وتبقى هي حقيقة في المظهر رغم زيفها في الجوهر، إلى أن يأتي ذاك النهار حيث تشرق شمس التغيير، فيحدث أن نفك أغلال الخوف ونندفع بجرأة إلى خارج كهف جهلنا، لنعاين الحقيقة كما هي، نعاين الحقيقة كما هي حقيقة وليس كما تظهر لنا. إخوتي، لكل منا كهفه الخاص، كما أن لكل منا قيوده الخاصة، تجمعنا الكهوف والقيود، إنما يا ليت ما يجمعنا هو الجرأة في التحرر. نعم إخوتي، التحرر جميل، هي كلمة جميلة في صداها في أذهاننا ووقعها في آذاننا، إنما ماذا عن متطلباتها؟ هل نحن مستعدون لمشوار الحرية والتحرر ذاك؟ وهل إن عاينا نور الحق سنحمل الشجاعة في قبوله والعزم للالتصاق به والمسؤولية الكافية لحمله؟ هل سنكون أكفاء لنخلع عنا ثوب الجهل البالي ونموت عن أفكارنا البالية لنلبس ثوب المعرفة ونتزين بحلل الحقيقة؟ مسيكم بالخير إخوتي بحلقة جديدة من صلاة العقل. مساء الخير دكتور نوري. مساء النور. أسطورة الكهف. أسطورة الكهف. وأخيرا. حلو. صرنا زمان حطينا في السكتش. كنت عم فكر فيها من قبل. مزبوط. وهلأ إجا دورة. إجا دورة. جاهز؟ بدك إيه؟ إذا بدك بهاي أو غيرها نحن مستعدين. دكتور أوري. نعم. حضرتك فيلسوف مسيحي. وأنا. بكل فخر. كاهن خادم للرب يسوع. حلو. ليش أنا وياك عم نطرح أسطورة فلسفية لك لفيلسوف إجا قبل المسيح تقريبا ب400 سنة؟ أفلاطون بمؤتمر كان على وقت اللي أعلنت الكنيسة من كم سنة سنة أفلاطون سنة ماربولوس مش هيك؟ نعم. وكانت هيدي بقى طلب مني بمؤتمر انه اعمل مقارنة ما بين افلاطون وماربولوس. عملت هالمقارنة بنص مكتوب وجربت بين انه لو كان افلاطون بهالفكر الحلو اللي عنده اياه، لو كان افلاطون عايش من بعد المسيح يعني وتعرف على المسيح، كان صار عنا 2 بولس، واحد من طرسوس وواحد من أثينا. جميل. أفلاطون أنا بالنسبة لإلي هو أب الفلاسفة، هو يلي بيرفعنا يلي رفعنا على مستوى راقي جدا من الفكر، و وكلمنا من خلال الأساطير، كتير عنده أساطير، يعني كان يحكي
بالأمثال، مثل يسوع بيقلنا الإنجيل وكان يكلمهم بالأمثال. أفلاطون كان عم بيكلمنا عن الحرية، بيكلمنا عن التحرر، بيكلمنا عن العدالة من خلال أساطير يخبرنا إياها منا أسطورة الكهف. بتحب إنه نخبرها أول شيء؟ إيه أكيد. بس قبل ما نخبرها دكتور، نعم هيك إذا بدك، بس شو هاللينك بين المعرفة العقلية والمعرفة الإيمانية؟ هل الفكر يغذي الإيمان؟ أي أكيد بتغذوا من بعضهم النباتي. الفكر بيهيئ الإنسان إنه ينفتح على الإيمان، بيهيئ. وأنا من رأي، من هالرأي الفلسفي يلي حكي عنه أغسطينوس يلي وسعوا كتير توما الأكويني، إنه العقل هو يهيئ، الفلسفة خادمة اللاهوت. أراد البعض إنه هيدي إيه أو لا، أنا أقول بلا. اليوم بالقرن 21 وبالقرن 125 العقل هو خادم الإيمان، الفلسفة خادمة اللاهوت. بلا أنا هيك بقول، وعندي حججي كلها وفكرت فيها عشرات السنين، وبعتقد أنه توما الأكويني معه حق. بلا، الإيمان بهيئك، بيجي بردون العقل بهيئك لأنه بيبحث، مثل ما قلنا مرة الماضية أباتي، بيبحث، بده يعرف العقل بس ما بيقدر يمسك الحقيقة. مشان هيك الحقيقة هي بدها تجي لعندك حتى تقدر عقلك يقدر يدخل ويجرب يفهم الشيء يلي بيقدر يفهمه ويآمن بالأمور يلي بتتخطى العقل. في تداخل. البابا يوحنا بولس الثاني برسالته الإيمان والعقل بيقول بين العقل والإيمان في مداورة. العقل ما بيكتمل إلا بالإيمان، والإيمان بحاجة للعقل حتى يقدر يفهم أكثر. جناحين ما في واحد يطير؟ لا، واحد في واحد منهم. إيه هيدي مداورة. تعرف مين قال الفلسفة هي صلاة العقل؟ أنت بتعرف أكثر مني. حضرتك أنت بتعرف أكثر مني. وأنا أنا يعني لطالما جذبتني الكلمة. إيه حتى قلتها كتير أخذت مني وقت توصلت إنه شفت إنه الفلسفة هي بتصلي. الفلسفة ما بتشتم من بعض الفلاسفة. الفلسفة بتنق، بتشتم، بتعطي صورة، بتقرفني، بتعطي صورة سوداوية عن الوجود. نعم. لا تيأس. لأنه هول، وبقولها هيك بكل بساطة، لأنه هؤلاء لم يفهموا ما هو العقل. خمنوا أنه العقل هو الله فيهم. أكيد إذا بتحط العقل فيك بتحطه محل الله، ما فيك إلا ما، لأنه ما راح توصل لمحل، ما فيك إلا مسيرة نق وتصير تشوف الدنيا سوداء وتقول الحياة ما إلها معنى وإلى آخره. بينما إذا بتفهم العقل أنه هو مخلوق، هو محدود، هو باحث عن الحقيقة مثل ما قلنا مرة الماضي، هو منتظر متشوق لكن ما بيقدر هو يمسك الحقيقة. مشان هيك ساعتها الفلسفة بتفكيرها بتصفي صلاة، أي توق ورغبة، صلاة من أجل الحقيقة. هذه هي الفلسفة، هي صلاة العقل المنتظر لهذه الحقيقة التي أتت بيسوع المسيح. يوحنا الصليب بيقول ما في أسوأ من روحانية، من عقلانية بدون روحانية، إلا صح. روحانية بدون عقلانية. حلو كتير، حلو كتير. تشد الارتباط بينيتهم. صح. طيب دكتور، نعم، نسمع كتير أسطورة الكهف. أسطورة الفهم صرعتونا فيها أنتم الفلاسفة.
هلا هيدي شو انه شو قصه هي اسطوره الكهف قبل اكيد افلاطون بيخبرنا بدك تخبرنا القصه هي ايه خبرها وبعدين ناخذ ابعادها ناخذ ابعادها تفضل دكتور. بيقول افلاطون بكتاب الجمهوريه الفصل السابع بيخبرنا هي عن هي الاسطوره في كهف بهالكهف قاعدين ناس جوا مربطين مثل ما قالها بالاغلال بالنزير مربطين وعم بيطلعوا الى داخل الكهف من امتين مربطين مربطين ما في مش قصه وقت خليني اخذ الفكره يس. مربطين وقاعدين هنيك ومكتفين بحالهم عم بيطلعوا الى داخل الكهف شو عم بيشوفوا عم بيشوفوا صور عم ترتسم على الحيط خيالات بيطلعوا بيشوفوا خيال رجل بيقولوا هيدا الرجل بيعرفوا انه هيدا الرجل او حصان او طاولة او كرسي هي كرسي هي الى اخره وقاعدين عم بوقت من الاوقات ليش عم بيشوفوا الخيالات لانه برا في خارج الكهف في ناس عم بيروحوا ويجوا و بمكان ابعد شوي في نار في شمس موجودة مشان هيك هالشمس الناس يلي عم تمرق قدام الكهف لأنه هذا عم تعكس صورتهم إلى داخل الكهف هن عم بيشوفوا جوا وعم يخمنوا إنه هيدي الحقيقة بوقت من الأوقات واحد منهم بيقول أنا بدي أطلع من الكهف بكسر القيود يلي مقيد فيها أنا عجبتني بكلمتك هالقيود نحن اللي ترى ولدنا فيها وأوهام إلى آخره إيه نحن بدنا نكسر القيود أبتي كل قيد بيمنعنا عن الحقيقة بدنا نكسره بدنا نتحرر بكسر القيود وجرب يطلع طلع هيدا يلي هيدا عند بالنسبة لأفلاطون هو رمز الفيلسوف يعني رمز سقراط معلمه بيطلع برا شو بيشوف بيشوف رجل مظبوط ليه الحقيقة ما بايه مثل ما هي الحقيقة مثل ما هي بيشوف رجل مظبوط يه ما هيدا كنت عم شوف صورته انا جوا لكن هيدا الرجل بيقدر سلم علي واقعد احكي انا وياه مش ظل منه ظل من وهم لا وحقيقي واقعي بشوف طاولة هي طاولة بقدر اسند لها كرسي بقدر اقعد لها فاذا كل هالصور يلي هذا كانت اوهام مثل ما تفضلت حضرتك كان عم بعيش بالاوهام عبر من الاوهام من بعد ما كسر القيود عبر من الاوهام الى الواقع الحقيقي قال هون هيدي الحقيقة موجودة هون حلو. انما ما بيكفي يوصل لهونيك انا بقول يعني هيدا العبور من الجهل الى المعرفه نحن بنبعث اولادنا على المدرسه ابونا بنروح على الجامعات ليه لكي نعبر من الجهل من الاوهام الى المعرفه نصير نعرف نعم على هالمستوى بس نعرف تبنى كل العلوم كل شيء في علوم حطها هون بهالاطار هيدا العلوم من جميعه العلوم الإنسانية العلوم الاختبارية العلوم الاقتصاد السياسي كل العلوم هون نعبر من الجهل إلى المعرفة لكن بنص رائع جدا بيقول لهم أفلاطون بغير منحة عن هالأسطورة لكن بتكمل الأسطورة بيقول له انت طلعت لكن بدك تكمل المسيره للاخير ما فيك تضلك واقف هون على المستوى العلمي بتكمل المسيره لكي تقف امام النار النور الشمس وتتامل هيدا الشمس بالنسبه لافلاطون هيدي فكره الخير المطلق الخير بك توقف توصل لهونيك وتتأمل هيدا النور بس تتأمله يعني تتأمل فكرة الخير الكامل هيدي صورة عن الله بالنسبة لأفلاطون أجمل صورة بتاريخ البشرية بتاريخ الفلسفة
توصل إلى العقل البشري بالفلسفة هي هالصورة. عند أفلاطون الله هو الخير المطلق، يحكي من عقله عن 300 سنة قبل المسيح. شوف ما أجمل العقل وقت اللي بيفكر هيك برصانة وين بيوصل. ما بيوصل يقول لي حياتك ما إلى معنى، بيوصل بيقول لي في الخير المطلق، وبيدعي هيدا اللي طلع من الجهل للمعرفة، بيقول له بكمل توقف وتتأمل هذا الخير المطلق. بس يتأمله بيشبع. ايه انا وياك ابتي اذا وقفنا قدام ربنا وتأملنا ربنا بنشبع، ما بقى بدنا شيء، ما بقى بدنا شيء من هالدنيا، خلاص بتشبع من الله لانه هو الخير الكامل. اجيت على المصدر بقى. بس بيقولوا له اوكي هلا اني وصلت لهون تأملت، هلا اني بده يجي دورك، بدك ترجع لوين؟ لجوا. تتخبر، بدك ترجع لجوا لداخل الكهف حتى تخبر رفقاتك واهلك واصحابك، تقول لهم انه بدهم يتحرروا من كل شيء بقيدهم بهالدنيا، من الاوهام، من السوبرستيسيون يعني الخرافات، من الافكار. طلعوا على العلم، ومن بعد العلم طلعوا اتأملوا الخير، يعني اتأملوا ربنا. جميل. شوف هالثلاث محاور، الجهل، المعرفة، التأمل. قدام ربنا بتتأمل بس مش بتعرفه، منضلنا نجهل ربنا نقف أمامه متأملين. بيرجع لأنه بيعتقد أنه هيدا واجب عليه. أبونا يلي بيتأمل ربنا يصبح حتما رسول. ما فيك تتأمل ربنا وتقول هيدا يسوع لإلي وأنا بدي لإلي، الله لإلي، لا. ساعتها ما بتكون عرفته مظبوط لربنا، ما بتكون عرفت ما بتأملت يسوع، تعرفت عليه، بتصبح حتما رسول. بقى بيرجع لأنه بحب أهل المدينة، بحب الداخل. بيرجع بيقول لهم، بفوت بيقول لهم طلعوا طلعوا كسروا القيود طلعوا. شو بيصير؟ شو ردة فعلهم؟ شو هو ردة فعل؟ بصيروا يضحكوا عليه، يتمسخروا عليه، وبيتوافقوا انه يعملوا عليه مثل مؤامرة وبيقتلوه. بيموت، بيقتلوه. هيدا رمز سقراط. سقراط يلي خلى الناس، الشباب يلي كانوا يتحاكموا حواليه، خليهم يفكروا، خليهم يطلعوا على المفاهيم الحلوة. ايه الحاكم المستبد وقتها قال له لا لا ما في، انت ما، قالوا له ما تفكروا نحن بنفكر عنكم. ها اخذوا سقراط وحكموا عليه بالموت. هيدا رمز ايضا لكل شخص يدخل في الحقيقة ويريد ان يكشف هذه الحقيقة الى الناس لا يقبل. لا نبي يقبل في وطنه، بيقول يسوع. هو ما حتى هو يسوع ما قبلوا بكفر لحوم. انت بتساوي مع الحقيقة؟ ابدا ما بتساوي مع الحقيقة. مستعد تروح فيها للأخير؟ النتيجة للأخير. دكتور اللي بيوصل للحقيقة ولما عرفت المصدر بيقدر يرجع يقبل الظلال؟ اكيد بيقبل. حبا بيقول افلاطون بالنص، بيقول فيقبل أن يعود إلى هيدا لكي يحكم المدينة. في فكرة بعد بدي أقول لك إياها، حبا بالمدينة. لأنه بالنسبة لأفلاطون من يمكنه أن يحكم المدينة؟ هو فقط هذا الشخص الذي تحرر من الجهل، الفيلسوف، ووصل إلى المعرفة وذهب إلى التأمل. ومع التأمل في شغلتين أبتي، في يتأمل فكرة الخير، شوف ما أجمل هالصورة، ويتأمل ويدرس الفلسفة. منشان هيك حاكم المدينة يجب أن يكون وفق أفلاطون، وأنا متفق معه وأنت كمان. نعم. أنه فيلسوف، أنه بده يكون فيلسوف، يعني محب للحكمة. أي محب للحكمة
ومحب للخير. ساعتها بيأخذ الخير مثال لإله لكي يشتغل ويعمل من أجل الخير العام. بيقول أفلاطون، بيقول هيدا هو الحاكم الوحيد يلي مستقبل البشرية ترتكز على هالأساس. وقت اللي الحكام بيصيروا فلاسفة أو الفلاسفة بيصيروا حكام، الحاكم الملك، الملك الحاكم، ساعتها بيصير في سلام بالبشرية. طالما أنه بعد ما صارت هيدي الرؤية كتير حلوة، لكن هيدا هي الحقيقة. مشان هيك في اثنين ما بيقدروا يحكموا المدينة بالنسبة لأفلاطون بعد ما هن رجل السياسي، أفلاطون عم بيقول مش أنا، والرجل العسكري، لأن هول اثنين بياخدوا بيشتغلوا لمصلحتهم الخاصة لخيرهم الخاص، بينما الفيلسوف سيعمل من أجل الخير العام، خير المدينة. دكتور شو رأيك نبلش نفصلها شوي شوي؟ نعم أكيد، حتى نربطها بكل زوايا حياتنا. إذا بدنا ناخذ المشهد الأول، مشهد تحرر الرجل، أنا اليوم إذا ولدت مثل ما كنا عم نشبه بالمقدمة بكهف ونميت عظلال، كنت أفكرها حقيقة ونعطاني أنه أنا أكسر القيود. صح. طيب هذا تكسير القيود منه سهل، هذا أكشن، فعل بده قرار. صح. طيب إذا عم نحكي شخص هلا عم يحضرنا، أنا كيف بدي أقنعه وكيف بدي وجهه، من وين بده يبلش تيشوف أنه القصص اللي أنا عم شوفها وربيت عليها أنه حقيقية، هل هي يا ترى حقيقية أم هي مجرد ضلال وأوهام؟ هيدا الأكشن كيف ببلش؟ بدي شغلتين. نعم. بدي استخدم عقلي بشكل رصين، لأنه عادة نحن ما منشغل عقلنا أبتي، نحن بناخد الأمور هيك هيك قالت، هيك قال التلفزيون، يا خيي طيب وانت شو بتقول؟ هيك قال الجريدة، طيب انت شو بتقول؟ ها؟ يعني بدنا نشغل عقلنا بشكل رصين، بدنا نفكر بالامور، مش هيك ناخذها مثل خواريف ماشيين وبنمشي ورا هيدا. تشغيل العقل بشكل رصين تقدر افهم شو اللي صار، شو اللي الفكرة الموجودة، شو الواقع، شو عم بي، مش مثل ما خبروني، يمكن عم يخبروني غلط، بدي افكر فيها، بدي افكر فيها وبدي اعمل استقصاء. انا بدي، طيب هيدي بتاخذ وقت، بتاخذ جهد العقل. نعم. تاني شغلة بدي شغلها فيي انه انا بدي اطلع للحقيقة. نعم. بدي شغل عقلي واطلع للحقيقة، بدي افهم الحقيقة. مشان هيك هيدا الجهد ليل من البشر بيعملوه أبتي. نعم. هيدا هو رمز يلي كسر القيود. هوليك قاعدين مبسوطين، الناس عادة مبسوطين بحياتهم، مبسوطين بجهلهم، بجهلهم ايه يلا، لأنه تعودوا عليه ولقيوا فيه السلام، لقيوا فيه، انت عم تاخذنا محل سلام خطير، مش لقيوا فيه سلام. ايه مظبوط، مش لقيوا فيه مش سلام، مش السلام الحقيقي قصدي. ايه لا اكيد لقيوا فيه هيك ركود، ايه ركود العادي، خلص بناكل وبنشرب وبنسوق العربيه وبنتصيد وبنلعب ورق، تركني بجهلي وخليني قاعد هيك، يا خيي لا بتطلع. الناس بأغلبيتهم قاعدين راكدين بزقفوا للزعيم، مش عارفين على شو عم بزقفوا. خي فكرت انت؟ فكر بالشيء، الفكرة اللي عم بيقول لك اياها مظبوطة؟ انت بدك تفكر. دكتور العقل ذاته ممكن يكون خادم للحقيقة، ممكن يكون خادم للكذب وللوهم، مثل ما عم تقول حضرتك انه انت عم تزقف لهذا الشخص، مش بس بزقفه، اوقات بيستخدم العقل تيبرروا هذا، لانه هذا الكذب ربط ساعتها، يعني هذه خيانه بتجوز، عم بتخون العقل فيك. نعم، عم بتخون الحقيقه، عم بتخون العقل فيك وعم بتخون الحقيقه يلي قلبك عم بيبحث لها. يعني بدي اطلع، عم تعتمد حالك، بدي اعمل توازن ما بين قلبي وعقلي ابتي. نعم. عقلي بده يفكر وقلبي يتوق، بدي اعمل توازن، مش انه بسكر عقلي او بشغله من شان امور
بعد ما فهمتها وما بدي افهمها هيك اجتني، بصير برر لانه هيدا مصلحتي. نرجع للمصلحه، المصلحه الخاصه، انه هيك موافق انا وعم بستفيد وخلصت القصه. هيدا شو اسمه، هيدا الركود، الموت، الموت الحقيقي. في صورة، شو رأيك بهالصورة؟ هيدي صورة للكهف تبع أفلاطون. فإذا عنا الرجال المقيدين المكبلين، إذا بنشوفهم على طرف الصورة شمال، أقصى شمال، عايشين بالعتمة. وعنا النار تقف في الوسط اللي كنت عم تحكي عنها أنت. وعنا الرجل الذي يسير نحو النور الحقيقي. المصدر الحقيقي للأشياء، يعني صورة نحو الحقيقة. أكيد هي صورة، بس أكيد بتفسر كل الشيء اللي كنا عم نحكي عنه. دكتور، حكينا عن أنه أنا أخذت القرار أنه أبحث وأتحرى وفكر بالشيء اللي بآمن فيه إذا هو مزبوط أو لا. الزلم يفكر وكسر هول القيود، صح، أكيد ما وصل الحقيقة دغري. لا، شايلهم عن ايدي، بده يطلع. وطلع. ايه، كمان اكشن تاني، اكشن بده وطلع. صوب وين؟ صوب العلم، صوب النور، صوب المعرفه، لحق النور. صوب النور، لحق النور، صح. هلا هون بيقلنا افلاطون باسطورته العيون تبعوله تضيقوا. ايه، هو وطالع من الكهف من وهج النور. نعم. ايه، انا الشخص اللي عم يسمعني هلا واللي بيقول لي ابونا الحقيقي، او بالاحرى الحقيقه اللي عم تحكونا عنها، عم توجع العيون لانه مش معود عليا، صح، انا كيف بدي اقنعه انه يكفي للاخر مثل ما عمل هيدا الزلمه؟ بتعرف شو بده يعمل؟ هيدي قلتها مره الماضي، لانه كله مرتبط مع بعضه ابونا. نعم. بده يعرف حاله، يوزن حاله على ميزان الصدق، يكون صادق بس مع ذاته بأعماقه. أبونا الصدق عملة زهيد اليوم. يا إنسان، أنت بأعماقك، بسرك، جوا بقلبك، بأعماق قلبك، أنت صادق مع ذاتك ومع ربنا ومع خيك الإنسان؟ الصدق أنه أنا لوين؟ أنا عم بعيش بالكذب، أنا عم بعيش بالخطية، وبرر حالي وبرر غيري وبعمل. الصدق أبونا، وهيدا الصدق قرار، قرار بحرية الإنسان، ما حدا بيقدر ياخده عنه. لا الله بياخده عنه، ولا بيه ولا ابنه ولا الأستاذ ولا الأبونا، ما حدا. هيدا سر الشخص، هيدي عظمة الإنسان، الصدق في أعماقه. أنا صادق مع ذاتي، هونيكي الميزان الحقيقي، هونيك الحكم الحقيقي على الذات. حلو. إذا بدنا نفكر شوي بأفلاطون، بتلاقي القيود اللي كانت مكبلة الرجل قيود خارجية. قيود الإيدين. أكيد. ولكن الحرية وقت أخذ قرار ويتحرر، طلع من جوا. طلع. مزبوط. بدي أطلع. شلت القيود اللي هي خارجية. نعم. مثل ما عم تحكي عن الصدق الداخلي، القيود دائما بتبقى خارجية، ولكن التحرر ببلش من جوا. صح. ايه، حلو كثير. يعني قلت لك النص رهيب. ايه، هلا ندخل بأعماقه. في خمس ساعات هيدا وما بنخلص. طلع الزلمه. ايه، طلع لبرا وشاف الواقع. شوي وجعت عيونه من النور. معلش. ايه، معلش. قال بس بدي كفي للاخر. ايه. وطلع وبلش يتامل. نعم. وبلش يعرف. بلش يعرف. اصل كل الامور. ايه. هون بدنا نحكي دكتور، ما بعرف، بلاقيها شيء كتير مهم وخطوة كتير مهمة بهذا المشوار، الجرأة أنك تقبل الحقيقة. إيه؟ لأنه أوقات بناخذ الخطوة الأولى. نعم. وبنقشع الحقيقة وبنبقى عم نناقش الأمور مع حدا بجوز، وبنقتنع منهم بداخلنا، ولكن ما بيكون عنا الجرأة أنه نعترف أنه هيدي هي الحقيقة. إيه؟ ونثبت فيها وناخدها بيت لقلنا. حلو. ونقول خلاص من هلأ ورايح نحن هون ما نسكننا. شو رأيك؟ بده يقبل الإنسان هون بهالقرار الجواني،
بالصدق بعد ما يكسر بالصدق الداخلي بده يقبل الإنسان، وهيدي أصعب شيء أبتي، إنه دايما يتخطى ذاته. هيدي دعوة الإنسان إنه يتخطى ذاته. إيه دغري، مش إنه وصلنا على حقيقة معينة عرفنا شغلة خلص هيك بدك تتخطى ذاتك. إيه بدك تضلك، لأنه ما في حقائق بهالدنيا ثابتة. العلوم، عم نحكي عن العلوم مش عم نحكي عن الله، عن العلوم، ما ينتجه الإنسان كله عابر مؤقت ونسبي. نعم. مشان هيك ما فيك تثبت وتقول القضايا هي هيك. خي ما في شيء هيك، كله متحرك بهالدنيا بهالدنيا، بعطاتي مع الناس، بالاقتصاد، بالسياسي، بالعلم، بالفلسفة، بالفيزياء، بالرياضيات، ما في شيء ثابت. صيرورة. كله بصيرورة. نعم. مشان هيك بده يفهم الإنسان إنه بده يتخطى ذاته. نشكر ميشيل المخرج. ميشيل عم يطلع لنا عم يشتغل معنا. يعطيك العافية ميشيل. ايه هو طلع لبرا ليك. ليك طلع على النور. طلع على النور. قديش النور مبين قوي وقت اللي بتكون جوات جوا بالظلمة. لو كان صغير ببين كتير قوي. ايه اكيد. لانه هالشمعة الصغيرة اللي بتضوي بغرفة كبيرة مظلمة. صح. هالشمعة الصغيرة بتكون هي كل القصة وبتاخد كل الاتنشن. حلو. بس هي جرأة مرة تانية انه هذا الشخص يلحق هيدا النور وياخد هيدا ستيب. يلحق النور. نعم. في جملة بيسوع بيقولها. فسيروا. سيروا في النور. ما دام لكم النور لتصيروا أبناء النور. يعني صرت أنت شمعة بحد ذاتها. إيه أنت بتصير شمعة. مش بس تصير إيشع. أنت صرت نور. إيه أنت بتصير نور. جميل. يا خي طلعنا من الجهل. رحنا طلعنا على الجامعة، على المدرسة، على الجامعة، وتعلمنا وصرنا نعرف. نعم. صرنا نعرف، مش إنه أنا أخذت شهادة خلاص. نعم. وقفت هون. نعم. ما فيك توقف يا إنسان. نعم. هلأ إحنا بنعرف ببعض الـ 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 المهن، مثلا بالطب. نعم. إذا بتضلك على الشيء اللي تعلمته بالجامعة وقت اللي صرت طبيب، بعد كذا سنوات إذا بتضلك عليه بتصير بتكون تخطاك الوقت، ما بيقعدوش يجوا لعندك الناس، بدك تضلك تبحث بالفلسفة كمان، بالعلوم كلها، ما فيك هون بالمعرفة، بدك عشان هيك قلت بدك تضلك تتخطى ذاتك حتى تبحث وتفهم أكثر. نعم. جميل جدا. تبني المعرفة. نعم. دكتور تأمل وصار يعرف الحقيقة، حقيقة الأمور. وهالشيء اللي كان مش تأمل هون صار يعرف. نعم. وهالشيء اللي كان يقشعه تأمل بعدين. قلت كلمة كتير حلوة، صار يلمسه كمان. ايه يعني هالطاولة اللي كنت تشوفه ظلالها. نعم. أنا هلأ صرت بقدر أقعد عليها وحط إيدي عليها. مزبوط. حلو. هالحصان اللي كنت شوف خياله هلأ صرت بشوفه بجماله بلونه الطبيعي، بقدر أركب عليه وروح بقشع حقيقة الأمور. حقيقة الأمور هيدي. طيب. هيدا العلم والمعرفة. دكتور هلأ صار شيء تاني. هذا الزلمة قال أنا صرت أعرف الحقيقة، ولكن في كتير أشخاص بيهموني. والحلو بالحقيقة دكتور أنه بتولعك من جوا، بتخليك ما توقف عندها وإنما تروح تحكي فيها. نعم. مزبوط؟ في إنسان بيعرف الحقيقة بهالجمال، بيعرف الخير المطلق، ما بتقدر. بيقول خلاص أنا رح أقعد أتقبل فيه بدون ما أطلع أحكي فيه. أكيد لا. هذا الزلمة يرجع مثل ما قلت أنت لعند أصحابه قبل أبدي. ما بده. نعم. يروح يتأمل الخير. نعم. هنيكي. شو بتحكي لنا عن هالشيء؟ هنيكي الجمال هنيك. في ثلاث مراحل. نعم. في الجهل، في المعرفة، العلوم كلها، وفي تأمل الخير. نعم. هنيك هذا السمو هنيك صار يطلع. بدك هنيك بتوقف تتأمل. يعني خليني أقولها بطريقتي أبدي. نعم. مش أفلاطون عم بيقول، لكن أنا عم بقول يعني عم بأول النص. يقف متأملا الخير المطلق، يعني عم بيتأمل الله. خليني أعطي صورة من الإنجيل أبتي تربطها معنا. بالإنجيل
مثلا بمتى فصل 17 عند لوقا إلى آخره، بخبرنا الإنجيل عن عن مشهد كتير حلو. بوقت من الأوقات يسوع بياخد ثلاثة من الشباب، ثلاثة من من تلاميذه، بقول لهم تعوا مشوا معي. يوحنا ويعقوب؟ ايه. بقى بطرس ويوحنا. ايه بطرس يوحنا وهذا بيطلع بقول لهم تعوا مشوا معي، بيطلع هو وياهم على راس الجبل. تجلى. بيقول النص هون عندي هلا فتحتها، وتجلى بمرأة منهم فأشع وجهه كالشمس وتلألأت ثيابه كالنور إلى آخره. شو حلو. هونيك رح يوقفوا هدول الثلاث شباب تناخد بطرس، رح يتأمل، رح يشوف جمال الرب، رح يشوف القيامة، رح يشوف الجمال. شو بيعمل؟ بس بيتأملوا كما هذا الشخص يلي طلع من الكهف وصل ويتأمل الخير المطلق، هيدي النور. هونيك بده يضلوا هونيك، هيدا يلي طلع من الكهف. نعم. كذلك بطرس بده يضلوا هونيك. شو بيقول له؟ بيقول له خلينا هون نعمل خيام ونضلنا هون، شيء حلو كتير. ما ترجعنا، خلاص خلصنا، وصلنا على القيامة، وصلنا على الصفاء أو على النور، شافوا مجد الرب. خلص أنا وياك البشرية كلها بدنا نوصل لهونيك أباتي، نحن بدنا نقعد بحضور الرب بس، هاي معنى الحياة نوصل لهونيك. وصل لبطرس، لك شو بيقول له يسوع؟ عم بقولها بطريقتي مش النص الإنجيلي. بيقول له بقى، بيقول له بس يروحوا موسى وإيليا يختادا، بينوجدوا قدام مع يسوع. نعم. شو عم بيقول له يسوع ساعتها؟ كأنه عم بيقول له لا يا بطرس، ما فيناش نضلنا هون، بدنا ننزل، يعني بدنا نرجع على داخل الكهف. عم بعمل مقارنة، بدنا نخبر، بدك ترجع لهونيك، لأنه هونيك بعد فيه الصليب يا بطرس، بدنا ننزل بعد فيه الصليب. هيدي القيامة فرجيتك إياها، بس القيامة الحقيقية بتمر بالصليب. بدك تفوت لهونيك بعد شيء إذا قتلوك، لأنه أنا رايح للموت. ما تخاف، الحقيقة بتدفع ثمنها أبتي. يعني خليه يدوق. ايه دواء هيدا مثله طعم. شوف الجمال، جمال التجلي. نعم. جمال القيامة. نعم. اللي هيدا الدواء حيحمله كل الطريق وصولا ايه؟ للقيامة الحقيقية. ايه هيدي، شوف هالمقارنة بين الأسطورة، أسطورة أفلاطون. شوف ما أجمل الفكر، العقل وقت اللي بيكون عنده سمو، لك وين بيوصلنا. قال بده توصل تتأمل، نحن شفناها بالإنجيل، تأمل بطرس جمال الرب، قال له بدنا نضلنا هون، قال له لا بدنا نرجع، في صليب بعد، وهذا رح يقولوا له بدك ترجع، بيرجع، لكن هونيك رح يقتلوه. يسوع عارف انه فرجاهم لتلاميذه هذا الوجه الجميل البهي النور. ايه هونيك بيشبع الانسان وقت اللي يتامل ربنا ابتي. دكتور أنري، انت شايف كثير بحياتك ناس، وشايف حالات معينه، وشايف وريين كتب، مطلع افكار كثيره. هل الله وحده يكفي؟ الله وحده يكفي بالنسبه للدكتور أنري، بالنسبه لي. هل خرجت من كهفك؟ ايه اكيد، هيدا هالخروج من الكهف كل يوم. لك شو حلو، مشان حط لنا التجلي، صورة التجلي. صورة التجلي ايه، انه في الانسان ممكن يشبع من هذا. ليك بطرس تحت وهدول القاعدين ايه عم بيطلع، وإيليا وموسى على هذا. ما بديش ادخل بنص الانجيل، انا عم بعمل مقارنة. نعم. ما بين فكر افلاطون و
يلي وهالمشهد من التجلي وكأنه في قبس من الحقيقة شيء رائع جدا يا أبتي. تعرف باليهود كانوا يقولون أن الروح القدس كان يشتغل حتى قبل بيشتغل من قبل آدم لليوم. نعم. بيشتغل بكل كان البشر كان عم يهيئ فكر الإنسان كله الإنسان المنفتح على الحقيقة. إيه؟ كان الروح القدس عم يساعده إيه؟ تيعرف نعم بجوز بيكفي أنه الإنسان يكون فاتح قلبه وعقله ومنه لوحده شك دكتور. هذا مفهوم للمسيحي. نعم. وقت اللي انت بتقرر تفتح قلبك وتفتح عقلك هذا الصدق اللي عم نحكي عنه مشوارك مش وحيد. ايه في شخص كمان حيساعدك. ايه اكيد حيكشف لك ذاته. ايه اكيد انت يعني اكيد يا ابتي هو بده يكشف لي ذاته مش انا بكمشه. نعم مش انا هو بده يكشف لي يعني هو يعني هو النور. هو هالتجلي هونيك انكشفت الحقيقة. قال له خلينا هاي فيها هاي هون. قال له لا مثل الغرفة معتمة وبرا في نور قوي. نور شمس. نعم. نور جميل. أنا بس أفتح الباب هذا الأكشن بس أنه أفتح الباب بفتح قلبي هالنور رح يفوت ويضوي كل البيت. صح. ورح يبين كل شيء حقيقته. صح. هاي صورة تانية عم يحط لها ميشيل هذه بتوضح أكثر الظلال. عم نشوف الحصان عم نشوف ال مزبوط عم فرجينا حصان حلو. نعم. ايه منيح يعني انه طلعنا من الكهف. نعم. ابتي بدي اقول شغلي سالتني سؤال كثير خطير وكثير مهم. هل يا ترى الله يكفي؟ نحن بنعرف انه الله مش فكره الله متجسد هذا الله يسوع المسيح هذا الله. نعم. نعم يسوع المسيح يكفي لكي تكون أنت سعيدا وتدخل الفرح الكامل. يكفي يكفي. نعم أنا بقول يكفي أبتي لأنه الناس يلي الشخص يلي بيتعرف على يسوع نعم بقاش بده شيء أبتي. خلي الناس معلش بعتذر أنا ببساطة عم بقولها. خلي الناس يلي عم تشوفنا وتسمعنا خليهم يتذوقوا معرفة يسوع المسيح. مثل ما قلنا مرة الماضية ناكل الإنجيل ناكله كل يوم. أنا أعطيتها بالأخير هيك. نعم. إيه بدي وقت اللي بتعرف كشخص حي مش على نصوص من خلال النص عم بحكي مع شخص عم بحضر في هيدا الشخص الذي مات وقام من الموت هيدا المتجلي هيدا النور الحقيقي هيدا حاضر بدي يكون حاضر لإله بعلاقة علاقة علاقة مش هيك أفكار بعلاقة حضور. بهالحضور هيدا وقت اللي بينما فيه هالحضور هالعلاقة معه يا أبتي الأكل بقاش بدي أكل بقاش بدي شيء. بيتحرر الإنسان لأنه مثل ما قلنا تعرفون الحق والحق يحرركم. هيدا يلي طلع من الكهف وقت اللي شاف الخير شاف هالنور صار حر. قالوا لك ترجع اوكي بيرضى بس بده هو يضل هون كمان. بطرس نحن وقت نتعرف على ربنا منصير احرار. احرار يعني من القيود بتتكسر منكسرها مظبوط. تتكسر مظبوط بدك تحط حالك قدام الرب يسوع. لك الانتماء دكتور. هلا انا عم بفكر معك هونيك بينتمي للعتمه وقت اللي طلع على النور صار بينتمي للنور. وقت فكر يرجع على العتمه رجع كزائر. إيه؟ بس هو بيعرف إيه؟ انه انا هونيك بيتي. إيه؟ هونيك رجع وبده يقول لهم طلعوا وبده ياخذهم يسحبهم معه لبرا. طب هون شو صار؟ هون نقطه كثير خطيره. نعم. لانه عم نعيشها بايامنا كثير. يا ويلو اللي بيعرف الحقيقة. ايه؟ بعائلة أو بمجتمع بيدفع ثمنها. بيدفع ثمنها تأكيد. أول شيء وقت اللي إجا وخبرهم أنه هالقصص اللي عم نشوفها هي مجرد أوهام وظلال. نعم. مشو معي نروح نشوف الحقيقة. أنا رحت واختبرت هذا الشيء. فكروا أخوت أول شيء. بعدين وقت اللي عم يجرب يقول أفلاطون وقت اللي عم يجرب يفك الغلال حتى يساعدهم يطلعوا هون بلشوا يحاولوا يغتلوا. صح. وصلوا لهيدا الحد
بمجتمعاتنا. ما في أشخاص ماتوا لأنه تعرفوا على الحقيقة. رح أحكيك إياها من الآخر. عم نحكي عن الأشخاص اللي عرفوا يسوع المسيح. صح. بمجتمعات غير مسيحية. نعم. وقت اللي جربوا يعلنوا، وقت اللي جربوا يرجعوا بغيرة على مجتمعاتهم المظلمة، على بيوتهم المعتمة، تيخبروا أهاليهم إنه نحن رحنا محل كتير حلو، تعوا مشوا معنا، هودي دفعوا ثمن دم كتير. أمثلة بالتاريخ أبتي. نعم. بالتاريخ من 1400 سنة بهالشرق، ومن قبل من 2000 سنة، كل واحد بيعيش الحقيقة وبيحكي عنها بصدق، بيحكي عن الحقيقة مش بيحكي عن حقيقته إله. هيدا في فرق كتير، لأنه أوقات بيّن لك إنه الحقيقة هي أنا يلي عم بقول لك إياها. لا، بدي ميز بين إنك أنت عم بتقلي الحقيقة يلي عندك إياها أنت، أفكارك أنت شو بدي فيهم أنا، بينما يلي بدي إياه هو الحقيقة الكاملة. تعرفها؟ خليني أخذ صورة أخرى. تفضل دكتور. حضرتك أبونا، برعيتك أبتي، إذا بتتوجه لأولاد رعيتك بأفكار أنت بنية بعقلك هيك مستند لإلها وبمشاريع أنت عندك إياها، بتقول لهم هيك لازم نعمل. هلأ في ناس بيمشوا بيصدقوا إلى آخره، بس في ناس رح يقولوا لك يا أبونا هيدي أفكارك ولا أفكار ربنا. أنت ما فيك تقول لهم أفكارك، ما فيك تقول لهم تعاليمك، ما فيك تقول لهم لاهوتك، بدك تقول لهم لاهوت يسوع، بدك تعرفهم على الحقيقة، على النور، على هالتجلي، بدك تاخذهم على المصدر، بدك تاخذهم لهونيك. ليش بينضل بيصير في ضلال بين البشر؟ لأنه في ناس بيعملوا حالهم محل الله، بحطوا حالهم، بحطوا حالهم هنيك. هذه هي الخطيئة الأصلية، وهيدي هي مظبوط، هيدي هي الخطيئة. ايه يلي بتبقى لأنه أنا بعتبر حالي إله زيتي، أنا صرت الله وأنا البداية. ايه I am number one. Number one. I should be number two. I should accept. Accept. To be number two. أنا رقم اثنين. أنا أبدأ بحب. وإلي الفخر إنه أكون رقم اثنين بعد هيك نمبر. تعرف شو المين؟ لأنه إذا كنت مظبوط رقم اثنين، رقم واحد هو راح يجي اللي تاع عود حدي. هو بيطلعني على الرقم واحد. جميل. ربنا إجا حتى يطلعنا لإله، مش نحن بدنا نفز عليه. ذكرتني بمشهد بفيلم أجنبي اسمه The Guardians. هذا سباح دائما بيلبس بلوزة تي شيرت ومكتوب عليها نمبر 2. ايه حلو. قال له المدرب ليش مكتوب عليها نمبر 2؟ قال له تدايما اللي عم يسبح وراي يذكره هو اي نمبر، انه هو نمبر 2. هلا رح اخذها كصوره تقول انه هيدا النمبر 1 اللي عم بحكيه، وقت اللي انا نمبر 2 حاطلع فيه حيقول لي شيء ثاني، حيقول لي يو ار ماي نمبر 1. صح، انت الاول. ايه تفرق مع هيك كتير أبتي. بهيك إليه أخلى زيته. إيه. بس تقول لي أنا بحبك. إيه. وهيدا الجمال، إنك تعرف حدودك يا إنسان، تعرف إنك أنت محدود. ما بتخوف أبدا، بالعكس هيدي قمة الحرية. أوه. هيدي قمة الحرية. إنه أنا تعرف إنه هالرقم واحد اللي هو الخالق اللي هو الله هالقد بحبك، ما خلقك تتكون رقم اثنين، هو خلقك لأنه بيحبك. هي أكيد. تتكون رقم واحد. تتكون رقم واحد، بس أنت مخلوق. أبونا القصة هي هون. واليوم بالفكر المعاصر، وهيدي بيقولها البابا بنديكتوس بكتبه، بكتابه عن يسوع، رائع، نص رائع جدا، يا ريت فيه يجيبه شي مرة وأقري للناس يسمعوا ونشرحه. نعم. بيقول آفة العصر اليوم إنه الناس يعني الفكر عامة إنه بيعتقدوا إنه الله ما بيقدر يتدخل بالتاريخ، ما فإذا ما فيش الله. هيدي آفة العصر. شو نتيجتها؟ إذا ما الله ما بيتدخل بالتاريخ، يعني أنا صرت رقم واحد، أنا صرت بعمل اللي بدي إياه. وش بدي فيه؟
بس خلص صار الانسان فلتان بهالدنيا بيقدر يعمل اللي بدي اياه. هيدي المرجع الانسان الحقيقه ابتي بدنا نقر بذاتنا بصدق انه نحن عندنا مرجع، والمرجع تبعنا هو ربنا اللي خلقنا ويلي خلصنا ويلي اجى لعنا واعطانا جسد، وهو بي هيدا البي بالاخر هو بي. ايه بي، ما انه اله بعيد. لا لا، هو بي حنون، ماي حنون، رؤوف، محب للبشر، متواضع. هيدا الله الحقيقي ابتي، مش الله الجبار يلي بيقتل يلي بده بيقول لك روح اقتل. هيدا الله يلي بيقول لي روح اقتل، هيدا مش الله. مزبوط. هيدا الشيطان، الشيطان بيقول لك روح اقتل. اذا انت بتقول لي هيدا باسم الله عم بقتل، انت بتكون شيطان، صار له شيطانين. خلص بدنا نطلع من هالمفاهيم التافهه بقى. طيب دكتور، نعم، شو رايك نروح انا بعد اكثر؟ قل لي تشوف وين بدك تروح. لعند يسوع. ايه اكيد. امبارح كنت عم اقرا انجيل، قالوا لي يسوع من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ الاعمى. نعم نعم. على كل حال انت ذكرت انه بس تصير مع الحقيقه بتصير انت رسول الحقيقه كمان، بتصير رسول، بيبطل فيك تكون مشاهد. ايه. بتصير جزء من ايه. هذا المشروع. بيقول لنا الانجيلي، بيقول لنا الانجيلي يوحنا، اجى يسوع وتفى في الطين ووضع على عيني الاعمى طينا وقال له اذهب واغتسل في بركه سلوان. نعم. هلا اللي جذبني كثير انه قال له اذهب واغتسل في بركه سلوان التي معناها المرسل. نعم. يعني انت من وقت اللي رح تصير تقشع الحقيقه، حلو، رح تصير بحد ذاتك مرسل، ببطل فيك تسكت وتضلك محل ما انت. وهون يسوع بيقول لا هذا اخطا ولا ابواه، وانما لتتم مشيئه الله او ليتمجد الله فيه. هذا النور الحقيقي. احنا كلنا بنقشع بعيوننا، ولكن في عيون جديده يسوع عم يدعيني الى اليوم، يسوع عم يقدم لي اياها، هي عيونه. مش هذه هي الحقيقه؟ صح. مش هذه هي المعموديه؟ امبارح نحن وعم نقرا الانجيل تاملت بفكره كثير حلوه، ما بعرف اكيد الروح القدس هيك اوقات بياخذنا عنها فيد روحيه حلوه كثير. يسوع طلع عيني الاعمى بيده من طين، اكيد هيدا خلق، خلقه من جديد ولكن اللي بتلاحظ شو عمل؟ ما انتهت القصه هون. قال له اجى دورك، روح انت اغتسل. ما قال له تعا تغسل لك هني. فاذا انا بعطيك بوصلك لنص المشوار، ولكن انت بحريتك وبارادتك بدك تروح وتلقط عينيك وتغرفف هالمي وتشيل عن عينيك الطين. صح. وهيدا الطين مثل ما كنت عم تحكي عن ماربولوس، ماربولوس وقت لتعمد شو نزل من عيونه؟ نزل من عيونه قشور. ليش؟ لانه اصبح مع المعموديه، حلو كتير، مع الغسل الجديد صار يقشع الحقيقه مثل ما هي. عم نحكي عن بحيره او عن بركه، بركه اللي هي بالاخر تشير وتدل الى بركه المعموديه. آه حلو كتير. هذا هو الميلاد الجديد. ايه حلو كتير. دكتور، يسوع قدران يعمل هيك مع كل انسان، ولكن الانسان يقدر يوصل لهون شو لازم يعمل؟ شو بدنا نعمل احنا بمدارسنا، باولادنا، بجامعاتنا، بمجتمعنا، برعيتك؟ شو فينا نعمل؟ شو فيك تقول لهم للناس ابتي؟ شو فينا نقول لهم انا والتلاميذ؟ شو في يقول لهم؟ شو في يقول لهم حتى حقيقة ننزل القشور ونكسر القيود ونطلع من جهلنا إلى هالمستويين، إلى مستوى المعرفة لازم نعرف، لكن إلى المستوى الآخر نتأمل وجه الله. هيدا اثنين بنشوف هيدي عم هوني كسر القيود. ايه عم بحط لنا صور حلوة، عم يفتح صدره، عم يرفقنا على هالصور الحلوة. ايه طب بيلنا ياهم يا ميشيل. ايه حلوين بقى دكتور. المعمودية نعم هي موت وقيامة. صح مزبوط. نموت معك
في شبه موتك لنحيا معك في قيامتك. في قرار وفي بدي موت عن أفكار كتير، بدي موت عن ماضي، بدي موت عن أحقاد، بدي موت عن هودي القيود. إيه أكيد في فعل موت أنا بدي أقرر. أبونا في قرار، نعم، أنا بسميه خيار. قرار إنه أنا بدي حدد حالي مين أنا. بدك إن نشرحها بغير في وقت ولا؟ بس نص دقيقة أو دقيقة خلاص الوقت. شفتي كيف بيخلص بسرعة؟ بعد ما بلشنا أبتي أنجأ شو نعمل؟ إيه في قرار. نعم. بدنا نطلع من تطلع من زيتنا، لأنه وقر إنه أنا إلي مرجع. أبونا قصة البشرية هون، أو منعيش بالنسبية أنا الحقيقة، أو من نقر إنه لا في حقيقة بتتخطاني وبدي أبحث عنها. هذا القرار. طيب دكتور أنا بشكرك كتير، بشكر محبتك، بشكر أفكارك، بشكر الله عليك. أخوتي هلموا وانظروا ما أطيب الرب. حلو، طوبى للمتكرين عليه. دكتور أونري وأنا ندعيكم مثل ما عم ندعي حالنا كل يوم، صح، أنه نجي وندوق من هذا الغذاء الحقيقي، الخبز الحقيقي النازل من السماء الذي هو يسوع المسيح. هذا هو الخير المطلق بالنسبة لنا. هذا الشيء بده قرار، وهذا الشيء بتوقف عليكم. نحن بنصلي معكم لحتى الله يعطيها القوة لكل إنسان تيقدر يتحرر من القيود قد ما كانت سميكة وقاسية، حتى بالآخر يوصل لعنده تيقشعه بحقيقته. نشكركم، نشكر متابعتكم. منذكر أنه كل أربعة الساعة 9 مباشرة على فضائية نور الشرق. تصبحوا على ألف خير.